بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم بعنوان ردود وتعليقات على استفسارات مربين الأرانب. في سؤال بيقول: السلام عليكم يا شباب، بنو شعلاج القشور في ودان الأرنب من الداخل، يا ريت تفيدوني شن سببه وشن علاجه. القشور من داخل الودان دي نوع من أنواع الجرب بيسمى تصمغ الأذن، ممكن بترجع لمشاهدة الفيديو حلقة رقم 52 هتعرف اللي هو المرض وعلاجه. في سؤال بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عاوز أعمل المشروع، ممكن أعرف التكلفة كام من بطارية وتلات إناث وذكر والعلف، إيه المطلوب تاني؟ طبعا يعني قبل ما تفكر في الحصول على الحاجات دي فكر هتربي الأرانب إزاي، يعني معناها تقرأ وتعرف عن تربية الأرانب، ولما تقرأ وتعرف عن تربية الأرانب هتعرف إن من ضمن الحاجات اللي هتقرأها دي أهم حاجة دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى يعني هتعرف تكاليف اللي أنت هتتحملها للتأسيس والشغل والمتابعة، وهتعرف أسعار المبيعات بتاعتك إيه. فطبعا من ناحية التكلفة، ما انت كده كده مش هتعرف تجيب الحاجات دي غير من مكتب بيع مستلزمات المزارع، هتروح كذا مكتب وتشوف ده أسعاره ايه وده أسعاره ايه وكده، مفيش حاجة سعر ثابت يعني. في سؤال بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من حل لتسويق الأرانب لما يبقى سعر اللحمة 120 جنيه وسعر الفراخ 37 جنيه وآجي أبيع أرانب لحم يقول لي السعر 33 جنيه في السوق، ماذا أفعل؟ هل أقوم بتصفية المشروع؟ أرجو الرد من أهل الخبرة. ألا بجد نفسيتي زي الزفت. طبعا تسويق الأرانب كان بيتطلب من المربي انه يدرس عملية التسويق دي، خاصة ان هو ادرى بالكمية المنتجة اللي بينتجها، اذا كان بادئ مثلا صغير او حاجة زي كده بيربي 8 امهات 10 امهات فانتاجها هيبقى محدود شوية، فطبعا لو راح للفرارجي الفرارجي طبعا هيخسف له السعر لانه عارف انه مضطر جاي عايز مضطر يبيع، لكن لو هو مزرعة كبيرة طبعا دي بيبقى لها اتجاه تاني انه بيتعامل مع فرارجية او بائع الطيور اللي هم لهم صفات الصدق والامانة وعدم الاستغلال يعني، فبيعمل معاهم شبه اتفاق، يشوف طلباتهم ايه، الوجبة ايه اللي بيحتاجها في الاسبوع او في اليوم وبيجهزها له ويبقوا متفقين على السعر. فانت ممكن عشان لو الكمية محدودة بتاع تجاهل الموضوع ده بتاع الفرارجية وحاول تصرف منتجك للأقارب والمعارف، بس شرط ان يكون الانتاج بتاعك انتاج جيد، يعني ما تنزلش أرانب تكون لسه محقونة بأدوية ما عداش على فترة السحب بتاعها وتروح منزلها، ده غلط طبعا، ده هيفقدك الزبون، لكن لازم تراعي الناحية ناحية جودة المنتج بتاعك. سؤال تاني بيقول: سلام، وش حال نهار الأرنب وهي ترضع فأولادها وقت يبدأوا ياكلوا ويش ياكلوا وشكرا. طبعا اعتقد ان الاخ بيربي ارضي، وطبعا الارضي ده ما ملوش معيار تقدر تحكمه، ارانب داخله وارانب طالعه، لكن هو في التربيه في البطريات الارنب بيبدا يطلع من بيت الولده للملعب بتاع الام،
يتعلم منها الأكل والشرب، فبيبدأ يعني يأكل من العلف اللي بتاكله ويبدأ يطلع فوق جسمها عشان يطول البزازة ويشرب. ده بالنسبة للكلام ده. طبعا هو ما بياكلش أكل كامل، هو بيتعلم، لكن كان بيفضل فترة الرضاعة دي لغاية ما يجي ميعاد فطامه. بعد فطامه بيبدأ بقى إيه، أنت بتديله العلف بس بقدر بسيط جدا عشان معدته غير مهيئة لهضم العلف، الانتقال من الرضاعة على اللبن لهضم العلف، بتبقى المعدة غير مهيئة، فبتديله بواقع 50 جرام للمفطوم في اليوم الواحد. سؤال بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي أرنبة كان فيها جرب وأعطيتها 1 سنتي أيفوماك، بقت تمام، بس الجديد إن شعرها بينزل بطريقة ملحوظة حتى إن جسمها انكشف، مما ممكن يكون إيه السبب؟ أولا تدي سنتي أيفوماك ده مش مستحب، مش من مصلحتك ولا مصلحة الأرنبة. جرعة الأيفوماك للأرنب البالغ 0.5 سنتي، دي حاجة. الحاجة التانية، أي علاج لأي نوع جرب بيبقى مكون من 3 خطوات مع بعض، خطوة منهم ناقصة يبقى أكنه لم يكن. فأنت اديتها وبتقول إنها خفت، لكن الطفيل بيسرح يمين وشمال، ومن ضمن اليمين وشمال بيسرح بقية جسمها. ليه؟ لأن الخطوات العلاج ناقصة. تقدر تعرف خطوات العلاج دي تطلع على الفيديو الحلقة رقم 52. في سؤال بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي هاي النتاية صار لها عندي تقريبا سنة ومعشرت ولقحتها عدة ذكور وعشرات المرات ولكن دون جدوى، أرجو منكم الإفادة لأنها من سلالة ممتازة وحجم كبير وضخم، ولا يوجد عندي إلا واحدة من هذه السلالة، أفيدونا جزاكم الله خير. يعني المربي ما يفرحش بكبر حجم الأم، كبر حجم الأم وإنت جربت، إنت بتقول وصلت سنة وما بتجيبش نتيجة، يعني إذا عندها عقم، ما عندهاش عقم، ومع الكبر حجمها ده يبقى مليسة، عندها زيادة سمنة على الجهاز التناسلي، فمش من المصلحة أنك تحتفظ بيها عشان حجمها كبير. يعني سؤال تاني بيقول: لو سمحت عايز رأيكم، أنا بربي أرانب بلدي فوق سطح البيت وبيكون تحتهم ماء كتير هيضر السطح، ممكن اعمل ايه عشان الصبة ما تبص؟ ينفع اعمل برميل جبس واعمل بيه ارضية السطح، يعني طبقة فوق الصبة؟ هو عموما التربية الارضية غير مستحبة وغير مجدية، واذا مشت لكن مستقبلا بتظهر لها الاضرار بتاعتها. وطبعا المية اللي سيادتك بتقول عليها دي مش مية، ده البول، والبول بتاع الأرنب أنا بشبهه بماء النار. يعني تخيل البول ده لو تسرب للحديد المسلح داخل الصبة هيعمل فيها إيه؟ عموما في ناس بتحط تراب وحاجات زي كده وتنظفه، ولكن التراب ده مصدر للبراغيث، وفي ناس بتحط قش وتنظفه وبرضه هيتسرب من بعض القش البول. سؤال بيقول: الإخوة المربيين، هل حد جرب ياكل الأرنب، حد جرب يأكل الأرنب أزولة؟ وإيه النتائج؟ وإزاي بتقدم للأرانب؟ يا ريت اللي جرب يفيدنا، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير. أنا عن نفسي بحذر من تقديم أي غذاء أخضر للأرانب، ده بداية كده، لأن لهم مشاكل بتظهر بعد كده. طب ما بالك الأزولة بقى ديت اللي هي نمت على المية نفسها، نمت على المية نفسها وبتتقشط من فوق وش المية عشان تقدم للحيوانات،
فطبعا انا ما جربتش، لكن انا بحلل لك الموقف، ما جربتش الازولة، ولا انا بحذر من اي حاجة خضراء هروح للازولة اللي كلها مية ورطوبة والكلام ده. سؤال بيقول: الامهات البكر لازم يجي لها التهاب ضرع مع اول خلفة ليها، ولا التحصين البكتيري يمنع التهاب الضرع؟ واللي جرب حاجة زي الزنك أو أوميجا كيور أو عنده أي علاج آخر يا ريت يفيد الجميع. المبدأ المهم عند مقابلة أي مشكلة إنك تبحث عن السبب أولا، وبعدين تعالج السبب. فهنا السبب من الشكوى إن التهاب الدرع، انت شخصته التهاب درع، والتحصين البكتيري ملوش علاقة بالتهاب الدرع. التهاب الدرع هيجي نتيجة احتكاك فم الفطام، فم النتاج وقت الرضاعة مع الدرع نفسه، فبيعمل زي جرح. الجرح ده مع وجود الأم داخل بيت الولد أثناء الرضاعة ممكن بيتلوث، فما يتلوث يعمل التهاب الدرع. التهاب الدرع ده معدي، وهو معدي يعني حتى لو المربي ما خدش باله وسابها ترضع الخلفة وهي عندها التهاب الدرع ده، ممكن يجيب لهم هم تسمم للخلفة نفسها. أما حكاية إن التحصين البكتيري ملوش دخل بالموضوع ده. سؤال بيقول: السلام عليكم، مربي أرضي عندي نتاية واحدة منذ 5 أيام، والنتاية النهاردة في بيت ولد جنبها القديمة بتدخل على خلفة الجديدة وبيقعدوا يصرخوا لو نقلت الخلفة لمكان بعيد شوية عن بيت ولا القديمة عادي، أرجو الإفادة. هو التصرف اللي أنت بتقوله ده تنقله الكلام ده كان من الأول، كان من الأول تعمل حسابك اي ارنبة عشر ليها بيت ولدة معلوم، يعني هي عارفة ان ده بيت الولدة وتجهزه لها وتدخل كده. ده المفروض تجهزه قبل الولادة، لكن بعد ما ولدت حكاية النقل والكلام ده واحتمال الام ما تتعودش او تخاف او كده فتضر الخلفة، كان المفروض تعمل الحاجة دي من البداية. سؤال بيقول: عندي أم والدة خلفات عمرهم 9 أيام، هل ينفع ألقح الأم اليوم ولا لازم أنتظر أسبوعين من يوم الولادة عشان تمسك؟ والله إذا كانت الأم أنت شايفها صحتها جيدة ومفيهاش أي مرض، لا تلقحها طبعا. ممكن مش هتقبل من أول يوم، لكن هتفضل معاها واحدة واحدة، لأن يعني الفترة السن اللي أنت بتقول عليه ده عدى الفترة اللي هي بيقولوا عليها قبول التلقيح الصاعد اللي هو ال5 أيام مباشرة بعد الولادة. بعد كده هتقبل، بس يعني مش شرط انه من اول تلقيح من اول يوم. يعني في سؤال بيقول: انا عايز اعرف ايه سبب ان الارنبة اما تولد بعدها اسبوع بعدها باسبوع عيالها تموت كل مرة على كده. الأرنبة لما بتولد وبتموت في سبب، فأنت بتبحث عن السبب. هو غالبا بيرجع لمدى رعاية المربي لها ولخلفتها، يا إما إنه تلوث في الفرشة، يا إما عدم اكتمال سمك الفرشة خاصة في الشتاء، المفروض إنها بتبقى 5 سنتي، يا إما عدم تدفئة بيت الولدة. سؤال بيقول: عاوز تشخيص للحالة علما بأن الأم ماتت ويرضعون لبن بقر من عمر 10 أيام والآن عمر 35 يوم، أضع لهم علف تسمين 20 جرام في الوجبة وأصيبوا جميعا بانتفاخ، وحقنت سلفادميدين ربع سنتي ووضعت في الماء نيوماسين وأمبرول، مات بعضهم، كيف أتفادى هذا في الباقي؟
طبعا أول حاجة ملحوظة يعني إن لبن البقر مش كويس أو مش مناسب للأرانب المولودة. المفروض تديهم لبن منسوع الدسم للأطفال، بيسموه سيريلاك أو حاجة زي كده. وبعدين حكاية إنك تحط لهم علف والكلام ده، المفروض كان يتخذ إجراء معين عشان يتعودوا على العلف، لكن هتحط لهم علف مباشرة كده صعب. ممكن بقى تحط لهم مثلا مسقة فيها اللبن اللي أنا بقول لكم عليه ده، ومعلفة تانية فيها علف فخار بس مش كتير، عشان يبدأوا ينقنقوا فيه واحدة واحدة لغاية ما تلاقيهم بيبدأوا ياكلوا، توقف بقى اللبن وتكمل العلف المكبوس. سؤال بيقول ايه علاج التواء الرقبة؟ التواء الرقبة ملوش علاج، وده بتذبح الأرنب وترمي الراس وممكن تاكل اللحم ده السليم. سؤال بيقول مساء الخير، ايش علاج الرشح للأرانب؟ الرشح للأرانب يعني برد، برد يعني تشوف المسبب، المسبب يعني وجود تيار هواء مباشر على الأرانب المصابة، فأنت تقطع تيار الهواء وتحقن سلفة ديميدين 3 أيام أو جنتاميسين 3 أيام، بس تقطع تيار الهواء أهم حاجة. سؤال بيقول ليه كل ما أضيف أملاح مع مية في جردل المية الأرانب بيجيلها إسهال؟ طب أنت بتضيف ليه الأملاح؟ وبعدين انت بتضيف املاح وجلا اسهال، ما هو ده ممكن في اسباب، يعني ممكن في تلوث في المواسير نتيجه بتحط ادويه او اضافات وما بتغسلش الخطوط. فالاسهال انا في رايي مش موضوع الاملاح ده، هو موضوع انك اكيد بتدي حاجه خضراء في غذائها او ان الارانب دي معرضه لتيار هواء. سؤال بيقول أعضاء الجروب المحترمين، عندي الأرنبة والدة من 15 يوم لكنها ضعيفة وبترمي الأكل خارج العلافة وحاسس إنها ما بترضعش عيالها، أعمل لها إيه؟ هترضع عيالها إزاي إذا كانت هي بترمي العلف؟ هتجيب منين غذاء عشان ترضع عيالها؟ أنت دور على السبب، هي ليه بترمي العلف؟ لأنها شامة ريحة مش كويس، يا إما علف معطل أو رطب أو عليه بول. فانت المفروض بتتدارك الموضوع ده وبتطلع المعلفه وتشمها وتحط ايدك جوه وتشوف العلف ده معطل ولا ايه، وتنضفها وتغسلها وتنشفها وتحطها وتحط لهم معلف جديد. ده الحل. اذا اعجبكم الفيديو اعمل اشتراك وتقبل سلامي وتحياتي.